هنخزن مع بعض البامية الويكة بطريقة سهلة جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنخزن مع بعض البامية الويكة بطريقة سهلة جدا. خزنت معاكم قبل كده البامية العادية، بامية الطبيخ، هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. النهارده بقى ان شاء الله هنخزن مع بعض الباميه الويكه بطريقه سهله. الباميه الويكه لما بنيجي نشتريها لازم يكون حجمها كبير زي ما انتم شايفين. دي باميه ويكه فلاحي، الفلاحي بيبقى لونها اخضر وفيها لطع حمراء زي ما انتم شايفين وشوك خفيف، اما التركي بيبقى لونها كله اخضر. انا غسلت الباميه كويس وصفيتها وسبتها لحد ما نشفت. لازم تسيبوها لحد ما تنشف، ما ينفعش تقطعوها وهي مبلوله، او ما ينفعش تقطعوها وهي لسه ما اتغسلتش. نبدا ونسمي على بركه الله. بسم الله. انا معايا كيلو باميه ويكا، عايزين تخزنوا اكتر من كده براحتكم. بشيل القمع مره واحده مش بقمعه زي الباميه العاديه، وبقطعها حلقات رفيعه. اهو كده سهله خالص، ما فيهاش اي صعوبه، حلقات رفيعه. بشيل القمع كده مره واحده مش بقمعها، وبقطعها حلقات رفيعه. لازم تكون حلقات رفيعه عشان اما نيجي نسويها تستوى معانا بسهوله. اهو كده هقطعها كلها بنفس الطريقه وبعدين هوريها لكم. خلاص قطعت كيلو الويكه اللي كان معايا، بصوا عطتني كميه كبيره. دلوقتي هقسمها في اكياس. انا حاطه بوله عشان اقسم الاكياس قد بعض. هتقسموها على كيستين او على ثلاثة حسب ما تحبوا. انا هقسمها على ثلاث اكياس بس كده، وهقفل الكيس. وهربطه كويس، هخرج الهواء منه وهربطه. خلاص خرجت الهواء من الاكياس وربطت الاكياس كويس، هشيلهم في الفريزر. هتعيش معايا لمدة سنة، يعني انا بخزن الخضار من السنة للسنة بدون اي اضافات، بدون اضافة ليمون ولا مية سخنة ولا اي حاجة. دي اسهل طريقة لتخزين البامية الويكة. لو عجبتكم طريقة تخزين البامية الويكة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.